بنجدد الترحيب بحضراتكم اعزائي المشاهدين. انتهاء طبعا مباراه الزمالك والنصر الليبي في مهرجان اعتزال النجم الكبير خالد حسين نجم المنتخب الليبي ونادي النصر بفوز النصر 2-1. بنجدد الترحيب طبعا بكباتننا الكبار ومحللنا الكبار كابتن احمد عبد الحليم، كابتن حماده عبد اللطيف، وكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. وقدام حضراتكم طبعا على الشاشه اهداف مباراه اليوم، هدفي نادي النصر الليبي وهدف نادي الزمالك اللي احرزه طبعا جيفيرسون كوستا مدافع نادي الزمالك. كابتن احمد، في البدايه طبعا اسالك عن تشكيل جوميز النهارده في المباراه، لعب بكل البدلاء اللي ما بيشاركوش في الفتره الاخيره، تقييمك لاداء اللاعبين في مباراه اليوم. والله بص، انا شخصيا يعني مباراه تكريميه، يعني حتى اللعيبه اللي لعبت المباراه حاسه ان هي مباراه تكريميه، يعني ما شفناش ملفت للنظر بشكل كويس غير شيكابالا. يعني شيكابالا النهارده هو اللي كان بيمتعنا الشوط الاولاني، انما بقيه اللعيبه الماتش تكريمي ما فيهوش اي نوع، يعني الجديه ما كانتش موجوده بشكل قوي، يعني فمباراه انا بعتبرها مباراه تكريميه بس، يعني الغرض اللي احنا قلناه ان بعض اللعيبه تاخد الفرصه دي، ومباراه جماهيريه وموجوده في التلفزيون والناس كلها بتتفرج عليها، برضو يعني ممكن اكون غلطان ما شفتش حد لفت النظر بشكل قوي، يعني غير شيكابالا اللي شكل اللي هو الكويس قوي كان شيكابالا. ف بتمنى ان الراجل المدرب طبعا الجهاز الفني له رؤيه غيرنا، صحيح، لان هو حتى كمان النهارده ما غيرش اللعيبه اللي هي اللي يعني عبد الله السعيد مثلا ما لعبش، توقعته كده قبل المباراه. حتى اللي خدوا وقت قليل جدا زي الجزيري مثلا في الاخر او بنتايج، فانا شايف كونراد ظهر بشكل معقول، لعب وقت اطول معقول، واخد بالك، انما انا شايف ان هي مباراه تكريميه، يعني اللعيبه كانت بتنزل بتلعب المباراه على سنها تكريميه.